أوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال، أوصاف الجلال والجلال والعظمة 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 يعني من يأتي ويقول لك يا أخي هذا مقر بالرب، نقول لا يدخل هذا في الإسلام، لا يدخل هذا في الإسلام إلا أن يقر بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو أول أمر في القرآن، آية 21 سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي الآية اللي بعدها: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو أول دعاء، آية 5 سورة الفاتحة: إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم. وأول اختصاص: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إياك ولا نستعين بغيرك. هذه كلها دلالة. حتى قال شيخ الإسلام قال: وسورة الفاتحة كلها توحيد، وسورة الفاتحة كلها توحيد. الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، براءة من كل أهل الشرك من اليهود ومن النصارى. فكل السورة توحيد. وحق لمن قال إن القرآن كله جمع في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وحق لابن القيم أن يؤلف كتابا من أمتع ما ألف، اختصار لكتاب الهروي، وهو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قال القائل: وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.